ككرة ثلج متدحرجة تتحرك انتفاضة المتظاهرين العراقيين ضد النظام الحاكم منذ انطلاقتها مطلع تشرين الأول، فمن مسيرات وتجمعات احتجاجية محدودة مروراً بتظاهرات كبرى في بغداد وبعض المحافظات وصولاً إلى اعتصامات مفتوحة وإضراب عام في أكثر المحافظات العراقية، غير أن كرة الثلج المشتعلة بغضب العراقيين لا تزال تتدحرج في مواجهة نظام حكم أمعن في قمع المتظاهرين السلميين مخلفاً مئات الشهداء وآلاف الجرحى، ناهيك عن عدد غير محدد من المعتقلين والمخفيين قسرياً. من هنا أعلن المتظاهرون في بغداد ومدن أخرى عن بدء عصيان مدني متواصل حتى إسقاط النظام السياسي الحاكم، بينما أغلقت في بغداد وغيرها من المحافظات العديد من الطرق والجسور الرئيسة، في الوقت الذي جدد طلبة المعهد التقني في البصرة اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي. من جهة أخرى، واصلت المدارس والمؤسسات الحكومية إغلاق أبوابها في بغداد ومدن وسط وجنوبي العراق استجابة لدعوات الإضراب والعصيان المدني، تلك الدعوات التي استجابت لها أكثر النقابات المهنية، فضلاً عن طلبة الجامعات الذين مثل انضمامهم إلى الاعتصامات تطوراً هاماً في سبيل تصعيد الضغط الشعبي ضد حكام المنطقة الخضراء، وهو الأمر الذي قالت وكالة فرانس بريس إنه أصاب الحكومة في بغداد بالشلل في جميع مفاصلها. وبحسب مراقبين فإن نجاح العصيان المدني في العراق سيمثل ضغطاً هائلاً على الحكومة التي لن يكون أمامها إلا سلوك أحد خيارين أحلهما مر لمواجهة ذلك، فإما الخضوع لإرادة الشعب الثائر بما يتضمنه ذلك من إسقاط للعملية السياسية التي أسسها الاحتلال الأمريكي قبل 16 سنة، ما يعني إعادة رسم خريطة التوازنات السياسية ليس في العراق وحده وإنما في منطقة الشرق الأوسط كلها. أما الخيار الآخر أمام حكام العراق فيتمثل في المضي قدماً في سياسة القمع وقتل المتظاهرين، وهو الخيار الذي ربما يدفع العراق نحو منزلق خطير لا يرجح معه نجاة سدنة معبد السلطة في المنطقة الخضراء.